يسرح ساي ويروح مالي ساعة نتاع الليل جو جماعة. شنو الجماعة؟ جو السراق. باهي السراق جوني ستة من الناس وني ليلتها ولدي روح ستة من الناس خرجت شدوني ستة شدوني واحد بدبوس واحد هاتي سكين هنا واحد هاتي هنا يعمل لي ننقبك تحرك ننقبك والاخر يعمل لي نقبك. هاي المهم اقعد قعدت مد يديك كتف كرعية كتف يدي غطوني بزارة وتعدوا للقريش ضربوا 36 علوش البريمة. يعني وانت شو وقتش عندك بالضبط غادي القطاع قديش الكل؟ عندي حكيت 150 شيء لعلى ليش الاخرين اللي ما هزوهمش كرقيقين فرزوا يعني سرق ويفرز يفرز. قال له انزل على العلوش المس باهي 36 علوش في جيبي 500,000 حوهم لي قصد دورب ضربان ما ضربونيش. الفترة هذه في أيام العيد الأضحى ولا لا 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 لا, 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 لا قبل في الخريف هك في الخريف هاي الأشخاص هذوما كانوا متلثمين ولا وجوههم مظاهرة؟ وجوههم ظاهرة ظاهر الدنيا قامرة في الليل ما دي ساعة تاع الليل. شو نقول لك هذا ما مانيش نعيشه. ما تشبهتش فاهم يكون من أولاد المنطقة؟ لا 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 لا, لا. خلنا نبدأ بالتفاصيل. أنت كيفاش سمعت الحس؟ جو في كرهبة جو كيفاش جو بالضبط؟ كرهبة خلوها بعيد متاع خمسة ستة كيلومتر قدامي كياس نزلتهم كرهبة وتعدت الكرهبة في حالها. يا أخي نقعد نهس على ينزل ويمشي هنا في جبل في سلطة بام. أنت معناها فكت بام كي جاب ليه عباد ياسر قديش هذاك من ماشي يا أخي الله نصوره الناس ليش هدي خرجوا معنا في هذا تبوا جبل احتمل صيادة احتمل مالي أرض مدري شالي نسيرة ماذي ساعة انت عليل ده مالي ماذي ساعة بعد ما ريقلوا أموره ماذي تليفون قالوا سي جت زيز كراهب عبوا 36 علوش 500,000 من جيبي خلاص دورب. كيف قت بها متي كيفاش الحركة في ساعة جاوك ولا حاولت تقاوم شوية؟ لا كن أول ورايا قلت لك مفيذة خرجوا من فيذا جو في القيتون اعمل قيتون ما خرجت من القيتون ما في باليش اللي سرقني خرجت نلقاهم متلبسين هكا قدام يعني ومي انت زوز ثواني كانوا هكذا كتفوني ضربوا لي 36 علوش جابوا سكاكن معاهم سكاكن ودبابيس منهم مع ساعتي ها عملت المسحة الا ما نجرت فيها. وفي اللحظه هذيك وهما كيعبوا وانت شنو كان احساسك؟ كنت خايف كنت كذا بعد ما خايف متغلل ولا جا عندي سلاح لو جا شنو جا عندي سلاح ندافع بها على روحي. انت تتصور كان جيت حتى انت ولدك ينجموا زاد يعملوا لا بالغدره هذيك ينجموا يعملون اما نحن كي نبدو اثنين واحد يرقد واحد يدور هكاك ما ينجموش كيف تنجموا تهزوا الدافع على روحنا؟ ندافع على روحنا، هو جاي هو ظالم جاي وني مطمئن، ني نضرب. فهمتك. وهو كي تهز قرباعه يخاف. انت وقتها عندك تليفون وعندك كذا؟ التليفون نحو وما خلوا لي شيء. ويكملوا عملية السرقة نتاعهم خلوكم مكتف ومشاو ولا حلو؟ لا خلوني مكتف ومشاو. شكون جاك الصباح اللي جاك ولدك ولا كذا؟ خاطت بشوية حليت كتافي. عقدي فيرما كلمت ولادي منا خرجوا صعبش وما خرجوا ولادي الا ماما ما خرجوا ولادك الا هما سيء. اتصلتش بالامن؟ اتصلت عقدي المركز والحرس وجو الشرطة وش اسمه وشني وصافه مشيت في هذيك مشيتش للرحبه درتش فرق انا ليش ما يمشوش للرحبه لعلوش ما يمشيش الرحبة. الناجة الكبيرة 10 تمشي الرحبة والبقرة الكبيرة 10 تمشي الرحبة أما علوش لا ولدي يمشي المشاوي تقصد أنت ولا يمشي المشاوي يمشي للذبيحة يتذبحها ويمشي للززار. لهنا الدولة ما تعوضش تولي الفلاح كي يتسرق؟ لا 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 باش ما عودتلكش الدولة ما ثمش ما عودتلي هاد شيء ما عودتلي هاد شيء. كلمني حاكم التحقيق قال لي كيفاش المشكلة هذايا قلت له راهو هكا وهكا 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 قال لي يخلف عليك ربي
نايا كي نضربوا نايا كي نهينوا نشد الحبس. نايا كي نضرب السارق نشد الحبس. كي يقتلني بيد منه تشد. يعني ممنوع تضرب السارق. ممنوع. تكتفوا ممنوع. يعني تي هو داهم علي. نايا اخي مشيت هو جاي لبيتي. يعني حتى كيفاش دافع على نفسك انت مهدد بالسجن. بالسجن. وكي يقتلني ما يتشدش، خاطر كان تشد على ما تشدش ساي اللي مشى. كي قلتني ما يتشدش، ونايا كي نمسو نتشد على خاطر نايا حاصل هو ماهوش هو فرق طاير. افهم لي. يعني انت تتشد حتى كي تضرب انت تتشد وديما موجود انت ومعروف عنوانك ومعروفك انت. باهي قدمتش على رخصة السلاح؟ قدمت لفظة. اي وتوا كيفاش عامل باش تحمي روحك توا عائلات؟ تصور انت بان نلقى عندك برشا توا معاك لهنا. يعني وليتوا برشا تسكنوا لهنا مع بعضك. اي ولادي يعني نسكن هدية البقعة هدية ما خاها الا هويش. يعني توا عامل حماية لروحك وتا وتا. لا لاباس 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 توا هنا لاباس. ولادي في روحك ومع هي. ولاد عمك واخواتك. لا ولادي معايا لاباس. ولادي معايا الحمد لله. انت ايش شنو تطلب يعني اليوم من الامن انه يوفروا شوي اكثر دوريات في الطرقات ويحاولوا يشدوا تلك الرهب اللي هز معناها العلالش وكذا؟ بالنسبه للدوريات موجوده. يعني الامن باقي يخدم في خدمته؟ لا يخدم في خدمته. مليك. تم على بيجوني في الليل يطلع لي يسالوني تريش حاجه ماهيش. باقي الامن يمشي ويجي عليك في الليل؟ يمشي. اما بالنسبه للسريق مناظر خايبه، مناظر خايبه. تعدوا على رزق الناس وناك نضروا يشدوني يشدوني. يعني انت اللي قتلته ولا انت اللي ضربته وهو كي يهيني تمشي فيه في الحشيش. لو تقول لي نجيبه شبيك ما جبتليش الهوش المشاه. فهمت. الهوش المشاه كيما مشى هو كيما مشيت. ما حاولتش على الاقل ترجع رزقك وتحاول ترجع راس المال نتاعك ولا تعمل منين شوي. منين كونت ولاباس تو لاباس. عاودت رجعت من البدايه. رجعت من البدايه عندي 200 جهه 200 واش عندي هذا قاتيه والغادي قاتيه. ان شاء الله ربي. وعندي البقر ولاباس والحمد لله يا ربي والحمد لله.